كمان ما ننساش ان العقل المدبر بصراحة والمسؤول الاول والاخير عن تتويج الزمالك بالبطولات في الاونة الاخيرة، سواء كونفدرالية او سوبر افريقي، وان شاء الله ان شاء الله بكرة كمان في السوبر المصري. وجوميز يعني شاطر قوي في ان هو يقدر ازاي يخلي لعبته تفصل في المباراة بكرة، قدر ان هو يحصد بطولات في وقت قصير جدا، قدر يحقق بطولتين قارتين مع الفريق، ومش اي بطولتين، احنا بنتكلم على كونفدرالية وبنتكلم على سوبر افريقيا. الحقيقة ان انا لسه طمعانة، والحقيقة بعد الاحداث الاخيرة طمعت اكتر واكتر ان البطولة الثالثة ان شاء الله تتحقق بكرة مع مستر جوز. وخد بالك الزمالك اعلن التعاقد مع مستر جوميز في شهر فبراير اللي فات، وقدر في خلال 8 شهور يثبت ان هو مدرب كبير، مدرب بيحب الماتشات الكبيره، بيقدر يقرا الجيم كويس جدا، بيقدر يحضر لعبته نفسيا بدنيا بالشكل الامثل للمباراه. مستر جوميز لايق ايضا على نادي الزمالك، تحس ان هو مدرب يعني يليق بنادي الزمالك بقيمه وحجم نادي كبير زي نادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر.